دنيا. هالبرنامج اللي رافقناكم فيه على مدار 7 أعوام ولست أيام في الأسبوع حمل في طياته الفقرات اللي بتهمكم بجميع المجالات وبتلبي جميع المتطلبات. بكل يوم منكون حريصين لنقدم كل شي جديد من خلال جولة صباحية جديدة تتنوع بين الصحة والتعليم للحرف والرياضة لقصص النجاح والإبداع والتغذية. وأكيد ما بدنا ننسى توقعات الأبراج، فقرات القانون والاستضافات المنوعة. وبكل يوم كان عنا تطلع جديد لنكون قريبين منكم. في بداية 2017 كنا على نهجنا ماشيين، ولكن حبينا نجدد ونكون شوي عليكم مختلفين. وبهالتقرير رح نستعرض أبرز الإنجازات والاستضافات اللي حصلت خلال هالعام. من أبرز التغييرات اللي صارت إنه كنا نطل عليكم يومياً لمدار 4 ساعات متواصلة مع الفقرات المنوعة. وبمنتصف العام طلينا عليكم بشكل جديد وفقرات متنوعة جديدة لتلبي رغباتكم ونكون دائماً مع احتياجاتكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم، مبسوطين كتير ومتحمسين كتير للقائكم لحلقتنا لليوم. دنيا يا دنيا رجع لكم بحلة جديدة، هذا هو اليوم الأول من دنيا دنيا. صباح الخير دانا. أحلى صباح إلك رندا، أحلى صباح لكل اللي بتابعنا. أتوقع اليوم كلنا حماس نرجع لروتيننا عاداتنا الصباحية. ضيوفنا اللي نورونا بدنيا يا دنيا سجلوا إنجازات في مختلف المجالات من الرياضة للثقافة والفن والمجتمع ليكونوا مصدر إلهام إلنا وإلكم. وبفقراتنا المختصة كان إلنا مرور على أبرز القضايا اللي بتواجه المجتمع الأردني بشكل خاص والعربي بشكل عام. الله يعطيك، الله يرزقك فرصة أن نعيد يعني تثقيف أبنائنا والأجيال القادمة بشو معنى فلسطين وشو معنى القدس وماذا تعني لنا. تصور الخاطئ لما يكون بذهن المرأة والرجل في مؤسسة الزواج، هون بصير التنافس غير البناء، يعني بصير عملية تنافس تؤدي إلى عملية الصراع. دنيا يا دنيا اللي سجل حضوره بالساحة الأردنية والعربية من خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية المختلفة والمناسبات والأعياد الدينية. بهالعام ودعنا زملاء انتقلوا لبرامج أخرى برؤية، وانضم لفريقنا مجموعة من الخبراء والمختصين اللي قدموا محتوى مميز وأضافوا نكهة جديدة للبرنامج. قدي الرياضة مهمة لتوقينا من الأمراض، وقدي الرياضة مفيدة لنحمي عظامنا من أي إصابات. صباح الخير، اليوم بفقرة التغذية رح تكون شوي مختلفة. كثير منا بخاف شو السناكس اللي أولادنا عم ياخدوها معهم على المدرسة، وكثير منا بيتساءل هل عن جد هاي السناكس صحية أو لا. رح نعمل 12 تمرين، كل تمرين تعيدوه بالبيت من 3 لـ4 مرات، رح نعمل تكرار 12. عام 2017 بيودعنا ورح نستقبل معكم عام 2018، واللي منتمنى بأنه يكون عام خير وعطاء ونجاح وتحقيق جميع الأحلام والأمنيات. وإحنا بدنيا يا دنيا من فريق العمل كامل، سواء أمام الكاميرا أو الجنود المجهولين خلف الكاميرا من معدين مصورين ومخرجين، بانتظار عام جديد رح نستمر معكم فيه تحت اسم دنيا يا دنيا وشاشة رؤية، لنكون بينكم ونكون دائماً عند حسن ظنكم، لأنكم هدفنا الأساسي ونجاحنا بيعتمد عليكم أنتو. ومن فريق عمل دنيا يا دنيا كل عام وانتم بألف خير. سعدنا جدا بتواصلكم معنا وبمتابعتكم، فرح نودعكم وبتجدد لقائنا بكرة. شكرا لكل اللي تابعنا، بقية نهار رائع ورايق بنتمنى للكل، ودائما نآمن انه القادم اجمل اذا آمنا. وصلنا لنهاية دنيا دنيا اليوم، نشوفكم بكرة ان شاء الله نفس الموعد، وبنتمنى لكم بقية نهار سعيد ان شاء الله. انا كمان رح اودعكم بكرة 8:30 الصبح موعد جديد من دنيا يا دنيا. الى اللقاء.